يعني انت من الناس اللي في يوم من الايام كنت سبب الهدايه دي كنت سبب الهدايه ليك؟ متابعك انا كنت سبب الهدايه ليك من فتره كنت. طب كلم لنا ربنا كنت بقى، متابعك. كلم لنا ربنا بقى عشان الناس المسلمين اللي بيدخلوا يقول ان انا بزود ايمانهم كتير، كلمنا ربنا بقى ايه عشان الحساب كده ايه ليا كده، انا حساب كتير عند الحاج لا ابو عيسى. لا بجد والله انا انا كده فريق، ليا لا لا حساب ده عند انت الحاج بعت ابو عيسى. مني. انا عايز حسابي ناشف في الدنيا، مش عاوز اخره ولا جنه ولا حور عين ولا حاجات من دي، عايز ادخل النار في الاخره، في الدنيا عايز حساب الكلام ده انا دلوقتي. طيب طيب تمام. بس انا برضو بقول لك يعني يعني فعليا الناس اللي انا انا ربنا سبب في ايمانهم وبقوا ايمانهم، والناس كنت سبب هدايه ليهم، دول اللي كلموا ابو عيسى عشان انا كده ليا حساب عنده، وانا عايزه في الدنيا ناشف مش عايزه في الاخره. قال لك جاء اخره وحور عينه طيب والكلام ده، ما اكلش بالكلام ده، عايز ادخل الجهنم في الاخره، عايز حسابي في الدنيا. خليه يروق طب عليا بقى ابو عيسى، نتكلم ولا ايه؟ طيب خليه يروق عليا.